ماتش مهما كان كسبنا الدوري او حاجه بطوله في ماتش الزمالك بطوله ثانيه وحسابات ثانيه، حتى لو كسبنا الدوري ماتش الزمالك بطوله ثانيه فان شاء الله ربنا يكرمنا وهنكسب. يعني ماتش جميل كده واللعيبه تعمل ماتش حلو ان شاء الله كده ونطلع بسكور حلو. يعني ان شاء الله نكسب 3-0 برضه. هو مروان عطيه يفرق معانا بس ان شاء الله في اداء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله شايف الاهلي يكسب، اهم حاجه التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى يكون حليف للعيبه الاهلي ان شاء الله. الاهلي النهارده سجل 3-0 وكهربا محمد شريف ان شاء الله وقالوا زنجر ولعب هيجيبه ان شاء الله. طلع اهلي مامون طلع هتب اهل ملو ملو حبيبي هنكسب 3-0.